أنا بحترم كل رجل بتحمل مسؤولياته كلها في حياته، في بيته ومع أولاده. بالنسبة إلي هاي الرجولة، هاي الرجولة الإيجابية البناءة اللي بتبني إنسان وبتبني بيت ومجتمع. هذا الرجل بيكون قدوة لأنه أولاده رح يكبروا كأشخاص مسؤولين ومشاركين، وهذا الرجل بيكون حقاني لأنه ما بظلم حد معه وبيطبق العدالة بحياته بأصغر التفاصيل. مشاركة الرجل بشغل البيت وبتربية الأولاد بتزيد من رجولته وبتقويها. البيت هو نقطة بداية، في بيتك كون حقاني.